مرحبا، كيفكم؟ معكم سلو من قناة ألوان تيوب. فيديو اليوم رح أعرفكم فيه على عائلة عصام ونور، لكن قبل ما نبلش، إذا كنت أول مرة بتشاهد القناة ادعمنا بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. عن عائلة عصام ونور، تتكون عائلة عصام ونور من الأب عصام والأم نور ومن 4 أبناء، هما الطفل أليكس والطفلة ماريتا والتوأم الجديد آدم وليام، وكلهم انولدوا بالسويد اللي انتقل لها عصام ونور بعد الأحداث اللي صارت بسوريا. وحاليا عصام ونور موجودين في السويد وصار لهم فيها 6 سنين. لا أنا عايش بالسويد 6 سنين ولساتهم عايشين فيها وما هاجروا منها، لكن عندهم نية إنهم يهاجروا يسكنوا في بلد عربي، فما كتير حابين إنه نعيش باقي حياتنا هون بالسويد. دائما أنا ونور بكل صراحة منفكر بدولة عربية. اتزوج عصام من نور قبل 5 سنين في السويد بدون ما يعملوا عرس كبير، لأنه قرايبهم مش متواجدين بالسويد، لأنه أهلي أولا مو بالسويد وما بيجوا لعندي ولا أنا بروح لعندهم. نور هي اللي طرحت فكرة العمل على يوتيوب بالبداية، وحكى عصام إنه شجعها على الفكرة وصور معها أول فيديو حتى يعطيها دافع أكبر إنها تستمر. هذا الحكي من 2 سنين كنا قاعدين أنا وياها، قالت لي عصام إنه بنفتح قناة، شو رأيك؟ قلت لها إنه إذا بدك إنه أوكي ما في أي مشكلة. مع العلم إنه عائلة عصام ونور هي العائلة الوحيدة اللي ما صورت فيديوهات مشتركة مع قنوات تانية. عصام انولد عصام في شهر 8 سنة 1988 في مدينة دمشق السورية، وتربى وكبر فيها وصار عمره هالايام 32 سنة. انا عمري 32 صرت. اهله عايشين بالسويد بس ابوه لساته عايش بسوريا، وامه العصام ما بتحب تطلع على القناة. نور تحتفل نور في 28 مايو من كل عام بعيد ميلادها، ونور ما حكت عن عمرها على السوشيال ميديا نهائيا ومو حابة تحكي عنه. هل تسدكم بعمري؟ لازم نعرف قديش عمرك. تريحكم عمري فوق 25. اما هوايتها المفضلة الغناء، وأهلها عايشين بسوريا وإلها إخوة عايشين بأوروبا، وعندها 6 إخوة وأخوات، 4 بنات و2 شباب. أنا أهلي بسوريا، ماما وبابا، وعندي أخت وأخ بسوريا، وعندي أخ بهولندا وأخت كمان بهولندا وأخت بألمانيا وأخت بتركيا، وعندي 4 أخوات بنات وأخين صبيان. أليكس أكبر واحد في إخواته، ومعنى اسمه بالعربي ماهر، وانولد بتاريخ 20/6/2016 وعمره صار 4 سنين. ماريتا البنت الوحيدة في العيلة، انولدت بتاريخ 19/4/2018 وعمرها 2 سنين وقرب عيد ميلادها الثالث. التوأم آدم وليام، انولد التوأم آدم وليام بتاريخ 10/11/2020 وصار عمرهم 3 شهور. وأليكس على شهر 6 هلا حيطبق الـ5 سنين. وماريتا على شهر 4 بتطبق 3 سنين، وآدم وليام عمرهم 3 شهور. والمعروف عن عائلة عصام ونور انهم نادرا ما بتطلع ببث مباشر، لكن قبل فترة طلعوا ببث على انستغرام اتكلموا فيه على اول مشوارهم في القناة. نحن تقريبا عندنا 3 مليون متابع. وعن حجاب نور، بتمنى اني انا اتحجب، عرفتوا كيف؟ وعن حملات جمع تبرعات للاجئين السوريين على السوشيال ميديا، بس ما في داعي اني انا اطلع اشحد على اطفال سوريا. وبسبب هذا الموقف تعرضت عائلة عصام نور لانتقادات كثيرة، لكن اثبتت عائلة عصام نور حسن نيتها وانها ما بتقصد انس واصالة او اي يوتيوبر تاني. احنا على فكرة ما عم نقصد اي حدا. وتبرعوا بمبلغ في حملة ابقونا دافئين اللي اطلقها انس واصالة. عصام نور فان اوه يوتيوبرز اوه ان شاء الله هيك يا رب يحطها بميزان حسناتكم. عائلة عصام ونور إلها عدة حسابات على الانستغرام، خلونا نعرفكم عليها. الحساب الأول هو العصام في أكثر من 80,000 متابع. الحساب الثاني لنور بتابعها فيه أكثر من 140,000 متابع. الحساب الثالث لأليكس بتابعه فيه أكثر من 32,000 متابع. والحساب الرابع لماريتا بتابعه فيه أكثر من 34,000 متابع. والحساب الخامس للتوأم آدم وليام بتابعه فيه أكثر من 60,000 متابع. وإلهم حساب على تيك توك اسمه عصام نور فاميلي بتابعهم فيه أكثر من 200,000 متابع. وفي نهاية الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ومع السلامة.